السلام عليكم، مرحبا وشكرا لاستضافة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر ويكي عربية الجزائر. بصراحة كنا نتمنى نكون معكم في الجزائر، ولكن الظروف ما بتسمح. إن شاء الله في السنوات القادمة. بما أنه ما عندي غير 12 دقيقة، ف سأكون سأتحدث بسرعة قليلا. نحن كمجموعة مستخدمين، هي مجموعة جديدة نسبيا على الساحة الويكيميديا العربية. بدأنا في عام 2019، تم الإعلان عن مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات في مؤتمر ويكي العربية في المغرب من قبل عدد قليل من الأعضاء المساهمي ويكيميديا الذين يعيشون في الإمارات. لم تكن المجموعة نشطة كثيرا، ولكن مؤخرا، طبعا نحن 4 أو 5 أعضاء فقط في البداية، فأغلبنا نعمل في مؤسسة الإمارات للآداب، وهي منظمة مستقلة غير ربحية تعمل حيث أنها تعمل كراعية مالية لمجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، وبالتالي تدعم مشاريعنا في دعم الثقافة الويكيميديا في الإمارات العربية المتحدة. نحن حاليا المجموعة الوحيدة في الخليج العربي، ولكن أعتقد أن هناك كلام عن مجموعات في السعودية وفي قطر أيضا. مديرة المجموعة هي أحلام بلوكي، أنا هاني يجان مسؤول العلاقات والشراكات، سليم بن إبراهيم زميلتي هي مسؤولة البحث والتدريب ومديرة المحتوى، وأستاذ رضا كربوش هو مسؤول التواصل مع مؤسسة ويكيميديا، كما لدينا فريق من المتطوعين يعملون في التحرير. بحكم عملنا في مجال الأدب، كان تركيزنا في البداية على الأدب العربي من خلال مشروع كاتب مكتوب. كان المشروع جاء المشروع طبعا لأنه لاحظنا كان في فجوة كبيرة في صفحات عن الكتاب العرب. بحكم شغلنا طبعا في مؤسسة الآداب، نحن ننظم كل سنة مهرجان للآداب حيث نعزم كتاب عرب ليتحدثون عن كتبهم، فلاحظنا أن عدد الصفحات عن الكتاب قليلة جدا مقارنة بويكيبيديا مثلا الإنجليزية أو ويكيبيديا الألمانية، حيث في 2019، أعطيكم نبذة صغيرة، عملنا بحث صغير وتبين أنه يوجد فقط 1400 صفحة عن كتاب عرب في ويكيبيديا العربية، بينما يوجد حوالي 21,000 صفحة عن كتاب في ويكيبيديا اللغة الإنجليزية. طبعا الفارق كبير جدا، فلذلك جاءت فكرة أنه نعمل مشروع لزيادة أو إثراء المحتوى العربي عن الكتاب العرب على ويكيبيديا. في البداية طبعا نحن هلا صرنا تقريبا سنتين عم نشتغل او سنه عم نشتغل على المشروع، ففي عندنا خطط كمان لزياده المحتوى العربي عن الكتب العربيه، الكتب الروائيه، دواوين الشعر والى ما ذلك. طبعا في كما قلت لكم في 2019 تبين انه يوجد فقط 1400 صفحه عن كتاب عرب. في 2020 تبين أنه في 1500 صفحة، أي ما يعادل إضافة 100 صفحة عن كتاب عرب فقط خلال سنة واحدة. طبعا نحن بدأنا المشروع في 2020 وما زلنا نعمل عليه. حاليا اليوم في أكتوبر 2021 نقول أنه وجدنا أن عدد صفحات الكتاب العرب باللغة العربية وصل إلى 8646، وباللغة الإنجليزية إلى 4658. طبعا عملنا بجهدنا خلال سنة كاملة لزيادة المحتوى من خلال مسابقات، من خلال إشراك مجموعات كبيرة من المتطوعين من جامعات مختلفة في أنحاء العالم العربي، كما سأريكم لاحقا. وضعنا خطة لتدريبية لطلاب الجامعات عن كيفية إنشاء مقالات خاصة بالسير الذاتية.
الدورة التدريبية تمتد لمدة يومين، تتحدث عن فلسفة ويكيبيديا، الإرشادات العامة والخاصة، وكيفية إنشاء المقالات باللغتين العربية والإنجليزية. طبعا نحن الهدف الأول هو إنشاء المقالات باللغة العربية، ولكن أيضا نريد أن نعطي البعد العالمي لكتابنا العرب، حتى القارئين باللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى أن يعرفوا عن كتابنا العرب. أيضا تحدثنا أيضا في الدورات التدريبية عن أهمية جودة المقالات والمعلومات الموثوقة، وأيضا خاصية الملحوظية، وهي خاصية مهمة جدا في ويكيبيديا العربية. بدأنا بتقديم دورات تدريبية منذ شهر ديسمبر 2020، وما زلنا نقوم بإعطاء دورات تدريبية مع جامعات، نذكر منها جامعة نيويورك أبو ظبي، جامعة الشارقة، وجامعة الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة عفت. وأيضا نحن أيضا نقوم بالاتصال مع جامعات أخرى لنقوم بتدريب الطلاب وإضافة متطوعين أكثر. عمدنا إلى طبعا أنهينا مسابقة كاتب مكتوب مؤخرا في نهاية شهر سبتمبر. المسابقة كانت عبارة عن دورتين، دورة أولى ودورة ثانية، كل دورة تمتد لمدة شهر، وقسمنا المشاركين إلى فئتين، فئة الأولى من ذوي الخبرة وفئة ثانية من المبتدئين. طبعا المبتدئين لتحفيز فئات أكثر من الناس على المشاركة وإعطائهم فرصة أيضا للربح معنا. طبعا تم إنشاء حوالي 1361 صفحة جديدة عن كتاب عرب، وتم تطوير حوالي 474 صفحة. المسابقة كانت مفتوحة على جميع أنحاء دول العالم، وكان أيضا من الفائزين معنا في الدرجة الأولى من المغرب ومن اليمن ومن العراق ومن مصر. أهدافنا بشكل عام، أهداف مجموعة مستخدمي ويكيميديا العربية الإمارات العربية المتحدة، هي تشجيع الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات على جمع وتطوير ونشر المعرفة وإثراء المحتوى العربي في كافة المجالات. قسمنا أهدافنا إلى ثلاثة أهداف. أولا هو إثراء الفجوة الموجودة في المحتوى العربي، تعزيز المعرفة باللغة العربية. ثانيا هو زيادة المشاركة، تنمية مجتمع مستدام من منشئي المحتوى العربي والباحثين في دولة الإمارات وفي العالم العربي أيضا. زيادة الوعي بأهمية الوصول الحر والموثوق إلى البيانات والمعلومات في جميع المواضيع باللغة العربية. لتحقيق هذه الأهداف وضعنا استراتيجية لخمس سنوات قادمة. من أهم هذه الاستراتيجيات وضعناها على أربع بنود، هي التعليم ومحو الأمية الرقمية، التواصل المجتمعي، التواصل الإعلامي، والبرنامج البحثي. هذه الركائز، كل ركيزة من هذه الركائز وضعنا لها إجراءات سوف نقوم إن شاء الله بالعمل عليها. فالتعليم ومحو الأمية الرقمية، سوف نقوم بتكوين علاقات تعاون مع جامعات في الإمارات. نقوم أيضا بتثقيف الطلبة والأساتذة أيضا بأهمية مشاركة المعلومات. الثقافة مشاركة المعلومات ثقافة مهمة جدا، كما هي أيضا ثقافة التطوع في عالمنا العربي. للأسف ثقافة التطوع شوي ليست بالمستوى الذي نراه في مجتمعات أخرى، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة هذه الثقافة، ثقافة التطوع، ثقافة مشاركة المعلومات. وأهم شيء أيضا أن نقوم بالوصول إلى طلابنا، إلى الطلاب. ونعتقد أن يعني الطلاب هم الشريحة الأكبر التي ممكن بواسطتها أن نزيد عدد المشاركين على المنصة، على منصة ويكيبيديا أو المنصات مشاريع ويكيميديا. قررنا أيضا أن نقوم بتدريب أمناء المكتبات في الجامعات على ويكي مصدر وويكي بيانات، أيضا لوضع مكتباتنا أو المكتبات الجامعات على الفضاء الرقمي. سنقوم أيضا ببناء شراكات مع مصادر موثوقة للبيانات مثل الأرشيف الوطني في الإمارات، مكتبة محمد بن راشد، وبيت الحكمة في الشارقة، وهذه مكتبات كبيرة في دولة الإمارات. في التواصل المجتمعي،
سنقوم بتنظيم مسابقة أو اثنتين كل سنة بعد طبعاً تجربتنا هذه السنة في مسابقة كاتب مكتوب التجربة الناجحة. فنحن أيضاً يعني نفكر أيضاً في أن نقوم بعمل مسابقات مماثلة كل سنة، مسابقة أو اثنتين لتحفيز المجتمع والمبتدئين في موسوعة ويكيبيديا. طبعاً التحفيز تكون في البداية تحفيز المبتدئين لا حتى يصبحوا متطوعين بإرادتهم ويكتبون بأشياء تخصهم هم، تخص شغفهم أو أي شيء يريدون أن يكتبون عنه. تنظيم شهر للغة العربية على ويكيبيديا، لا أعرف إذا كان يوجد شيء من هذا القبيل، شهر للغة العربية، ولكن نريد أن نعمل على مع مجموعات مستخدمي ويكيميديا في جميع أنحاء العالم العربي على أن ننظم شهر للغة العربية. سنقوم أيضا بمتابعة الشراكات في منطقة الخليج العربي لسد الفجوة الناتجة عن قلة مجموعات مستخدمين في المنطقة. التواصل الإعلامي، اكتشفنا أنه طبعا من خلال تجربتنا مع مشروع كاتب مكتوب أنه أحسن طريقة للوصول إلى أكبر شريحة من الناس هي عن طريق الإعلام. فلذلك نحن وضعنا من خلال الاستراتيجية أن نقوم بشراكات مع جرائد وصحف ومجلات في دولة الإمارات لنشر المقالات عن أهمية تبادل البيانات والمعلومات وعن أهمية أن تصبح محرر على ويكيبيديا. قررنا أيضاً استضافة وسائط إعلام لإبراز مبادرات وأنشطة المجموعة. مثلاً قررنا أن نقوم بعمل شيء اسمه ويكي كلابز، نجتمع مع الشغوفين في أو المحررين على ويكيبيديا كل مرة كل شهر، نجتمع في كوفي شوبس ونتبادل آراء، ونقوم أيضا بإنشاء صفحات على الموسوعة الرقمية. تشجيع الصحافة على كتابة المزيد من المقالات التي يمكن استخدامها كمصادر بارزة لصفحات ويكيبيديا، رأينا هذا جيد، يعني هذه مبادرة جيدة جدا، خاصة عندما نكتب عن شخصيات وعن سيرة ذاتية، وخاصة عندما نكتب عن كتاب. فالكاتب يصبح ملحوظ إذا كان أكثر عندما تكتب عنه الجرائد والصحف. البرنامج البحثي، قررنا أن نقوم بتوظيف متخصصين الباحثين في مجالات معينة، حيث سنقوم بإعداد وتنظيم قاعدة بيانات موثوقة باللغتين العربية والإنجليزية لكل مجال من مجالات البحث، وتوفير هذه الأبحاث لمن يريد من المتطوعين إنشاء مقالات، يعني نسهل عملية إنشاء المقالات للمتطوعين. باقي من الوقت دقيقتان أستاذ. دقيقتان، أوكي. مشاريع الهويات المحلية، مشروع نحن عملنا أيضا على مشروع ويكي تهوى الأرض وويكي تهوى المعالم. بغداد، ممكن تغلق الميكروفون تاعك؟ شكرا. وايضا لدينا ايضا فكره في ربط الاثار والمتاحف المختلفه في بمقالات ويكيبيديا العربيه من خلال رموز كيو ار. فمثلا تدخل الى متحف، تعمل سكان للكيو ار كود الموجود على باب المتحف، فترى تظهر امامك صفحه ويكيبيديا عن مقال عن هذا المعلم او هذا المتحف او وما الى ذلك. نحن قررنا أنه في الخمس سنوات القادمة كل سنة سوف نركز أنشطتنا على ثلاث مجالات. طبعا نحن ما ممكن نفرض المجالات على أعضائنا، بس ممكن مثلا أنه نقترح عليهم مقالات معينة. ممكن مثلا نقترح عليهم أنه مثلا المسابقة اللي رح نعملها في السنة القادمة حتكون عن الفنانين العرب. فنحن قررنا أنه في السنة القادمة إن شاء الله في 2022 نركز مقالات أكثر حول المجالات التالية، اللي هن الفنانين العرب، التاريخ العربي، والوجهات السياحية في العالم العربي. أعتقد أن انتهت الدقيقة يمكن؟ أكيد. شكرا جزيلا أستاذ هاني، كان من دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا التدخل. نأمل من المجموعات الأخرى أن تحدو أحد المجموعة الإماراتية الحديثة حديثة العهد
ويكيميديا، ولكنها قدمت نتائج مبهرة في خلال الخمس سنوات هذه. في ختام هذا اليوم أود أن أدعوكم للبقاء معنا، أما أنا فينتهي لقائي بكم، وكل شرف على التعامل معكم خلال هذين اليومين. أتمنى اللقاء بكم مجدداً في مؤتمرات أخرى على أن تكون وجها لوجه، لأننا سئمنا من المؤتمرات الافتراضية. في انتظار ذلك أترككم مع وصلة، ثم بعدها القاعة الشرفية مع أستاذ كمال صلاي حيث العرض الاختتامي. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. شكرا أستاذ بغداد، مع السلامة.